السلام عليكم. اليوم راح نبلش في تشابتر 12. تشابتر 12 موضوعنا عن لوبريكيشن والجورنال بيرنز. فعليا هذا ثاني تشابتر راح نحكي فيه على موضوع البيرنز. التشابتر السابق تشابتر 11 حكينا برضو عن البيرنز، بس هناك كنا نحكي عن رولينج كونتاكت بيرنز. هنا نحكي عن نوع مختلف من انواع البيرنز نسميها جورنال بيرنز، وهذه الجورنال بيرنز تعتمد على اللوبريكيشن بشكل كبير. فعشان هيك موضوع اللوبريكيشن راح نغطيه بتوسع من خلال هذا الشابتر. طيب بشكل عام شو الهدف من اللوبريكيشن؟ اللوبريكيشن اكيد له فوائد كثيره، منها بيسوي لنا ريدكشن للفريكشن، بيقلل الوير، وبرضه بيقلل الهيتنج او الهيت جنريشن اللي ممكن يصير بسبب الاحتكاك. طيب احنا هون نحكي عن جورنال بيرنجز. شو فكرة جورنال بيرنجز؟ جورنال بيرنجز من ناحية construction بسيطة جدا، هي عبارة عن two components. في عنا شافت اللي نسميه جورنال، وهذا الشافت راكب جوا هذا الاشي اللي نسميه بوشينج، نسميه بيرنج او نسميه سليف. فهو مجرد شافت راكب جوا هذا البوشينج او هذا السليف. الشافت نسميه جورنال، وهذا زي ما حكينا نسميه بوشينج. طيب الحركة اللي عندنا هنا لما يلف الشافت، فالحركة اللي عندنا هنا هي عبارة عن سلايدنج موشن، مختلفة عن الحركة اللي كنا نحكي عنها في شابتر 11. شابتر 11 كانت ريليتيف موشن، هي عبارة عن رولينج موشن، كان في عندنا بولز او رولرز بيلفوا على السطح. هنا في عندنا سطحين ريليتيف موشن ما بينهم، هي عبارة عن سلايدنج موشن. اكيد في حالات زي هيك راح نحتاج اللوبريكيشن عشان يقللنا الفريكشن. طيب بالنسبة للبوشينج الداخلي، في كثير من الحالات بيستخدموا انسرتس. هذه الانسرتس بتكون مصنوعة من ماتيريال زي البرونز او ماتيريال بيدخل فيها التن القصدير بنسبة كبيرة، الهدف منه انه يقلل الفريكشن، وبرضه انه ما يصيرش تآكل في الشافت. فيعني اذا بده يصير عندنا تآكل، بدنا التآكل يصير في هذه القطعة اللي هي الانسرت. إذا صار فيها تآكل كبير ممكن نغيرها بعد فترة من الوقت، بس فعليا يعني نادر جدا ما نحتاج إنه نغير هذه الانسرتس. طيب برضو هذه الجورنال بيرنجز تعتمد على اللوبريكيشن بشكل كبير، ففي كثير من الحالات راح يكون في عندنا هولز زي الهول اللي شايفينها هنا. هذول التو هولز، الهدف من هذه الهولز إنه يدخل اللوبريكنت، فاللوبريكنت أو الزيت بيدخل وبصير له سيركوليشن داخل البيرنج، وهيك فعليا بنقلل الفريكشن بشكل كبير باستخدام هذا اللوبريكنت. طيب امتى نستخدم هذا النوع من البيرنجز جورنال بيرنجز؟ نستخدمها بطبيعة الحال في اكستريم اوبريشنال كونديشنز، عندنا لودز عالي جدا، سرعات عالي جدا. في هذه الحالات مش ممكن نستخدم الرولينج كونتاكت بيرنجز. الرولينج كونتاكت بيرنجز تتحملش قيم عاليه من اللود، وبرضه مشكله اساسيه في الرولينج كونتاكت بيرنجز ان اللايف تبعتها ليميتد. فعليا هذا النوع من البيرنجز اللي هي جورنال بيرنجز ممكن تعطينا لايف طويله جدا، بشرط انها يعني ويل لوبريكيتد ويل مينتيند، اللوبريكنت الزيت بتغير بفريكوانسي كويسه. ففي هذه الحالات ممكن نحصل على لايف طويله جدا للبيرنجز. وفعليا هذه البيرنجز هي المستخدمه داخل الانجنز تبع السيارات. الانجنز تبع السيارات انترنالي كل البيرنجز اللي عندنا هي عباره عن جورنال بيرنجز، وبالتحديد لوبريكيتد جورنال بيرنجز، بيدخل عليها لوبريكنت او زيت وبصير له فلو سايكل داخل البيرنج. طيب غير عن الاكستريم اوبريشنال كونديشنز، برضه هذه البيرنجز ممكن نستخدمها في اللو ديماند ابلكيشنز. اللو ديماند ابلكيشنز ما بدناش كوست عاليه، بول بيرنجز الكوست تبعتها عاليه، فهنا فعليا ممكن الكوست تبعتنا تكون رخيصه قليله. طبيعي اذا بدنا شيء الكوست تبعته رخيصه قليله اكيد مش راح نستخدم اكسترنال لوبريكيشن سيستم، راح يكون يعني مجرد شافت وهول، في عندنا شويه شحمه عشان تقلل الفريكشن، فهذه بيكون الكوست تبعها قليل وبيستخدموها في اللو ديماند ابلكيشنز. طيب جورنال بيرنجز زي ما حكينا مرتبطه بشكل كبير مع اللوبريكيشن، ففي البدايه بدنا نحكي عن اللوبريكيشن ونتعرف على انواع اللوبريكيشن بشكل عام. ممكن نميز خمس انواع اللوبريكيشن، شو هي؟ في عندنا هيدروديناميك لوبريكيشن، في عندنا هيدروستاتيك لوبريكيشن، في عندنا الاستو هيدروديناميك لوبريكيشن، في عندنا باودري لوبريكيشن، واخر شيء في عندنا سوليد فيلم لوبريكيشن. طيب بدنا نميز كل نوع من هذه الانواع. فاول نوع اللي هو الهيدروديناميك لوبريكيشن، وبرضه بنسميه مرات فول فيلم لوبريكيشن او ثيك فيلم لوبريكيشن. طيب هذا النوع من اللوبريكيشن بيصير ما بين سطحين في بينهم relative motion على شكل sliding، فيعني السطح بينزلق بالنسبة للسطح الثاني. ف
فعليا لما يصير عندنا انزلاق ما بين سطحين ويكون في عندنا لوبريكنت موجود ما بين هذول السطحين، فعليا الالمنت اللي بيتحرك بيسحب اللوبريكنت معه، وفعليا هذا اللوبريكنت بينحشر في ويدج شيبد ريجن، فبتولد عندنا بريشر. لما يتولد عندنا هذا البريشر فعليا هذا اللوبريكنت راح يخلي السطحين ينفصلوا عن بعض، ففعليا يعني تو ميتاليك سيرفيسز لما يكون عندنا هيدروديناميك لوبريكيشن بيكون تشكلت عندنا طبقه كامله يعني نسميها ثيك فيلم. هسه كمان مره ثيك فيلم مش مقصود فيها يعني سماكه عاليه، يعني هي اقل من مليمتر، راح نشوف هسه بالحسابات يعني سماكه قليله بس يعني ريلاتيفلي احنا نعتبرها ثيك فيلم. فعليا هذه الطبقه من اللوبريكنت تفصل السطحين عن بعض، ففعليا مش قاعد بصير عندنا متل تو متل كونتاكت ما بين السطحين، في عندنا طبقه كامله من اللوبريكنت، فهذه نسميها الهيدروديناميك لوبريكيشن. ليش صار هيك؟ من وين اجى البريشر اللي فصل السطحين عن بعض؟ بسبب الريليتيف موشن زي ما حكينا، السطح بيسحب معه اللوبريكنت بيحشره في ويج هيفد ريجن فبتولد عندنا البريشر. طيب هذا النوع نسميه هيدروديناميك لوبريكيشن. نوع ثاني هيدروستاتيك لوبريكيشن. طيب هنا البريشر بتولد نتيجه الحركه. هيدروستاتيك لوبريكيشن بيكون في عندنا بامب، وهذه البامب بتدخل اللوبريكنت على قيمه عاليه من البريشر. هسه هذا البريشر اللي بيدخل عليه اللوبريكنت البريشر بيكون كافي انه يقدر يفصل السطحين عن بعض، فبيكون في عندنا طبقه من اللوبريكنت تفصل السطحين عن بعض، ف بيقدروا يتحركوا من غير مقاومه عاليه من غير فريكشن عالي بسبب طبقه اللوبريكنت. كمان مره هنا السبب او الكوز تبع البريشر هو اكسترنال بريشر، ففي عندنا بامب دخلنا اللوبريكنت على بريشر عالي. طيب النوع اللي بعده الاستو هيدروديناميك. نوعا ما بيشبه الهيدروديناميك بس الفرق في طبيعه الموشن. الهيدروديناميك حكينا في عندنا سطحين الريليتيف موشن ما بينهم هي عباره عن سلايدنج موشن. طيب هنا في عندنا سطحين الريليتيف موشن ما بينهم عباره عن رولينج موشن، فبرضه في هاي الحاله اذا كان في عندنا لوبريكنت نتيجه هذه الرولينج موشن بينحشر اللوبريكنت في ويدج هيبت ريجن فبتولد عندنا بريشر، هذا البريشر بيفصل السطحين عن بعض، فبصير في طبقه لوبريكنت تفصل السطحين عن بعض. اكزامبلز على هذا الحكي، فعليا اللي بصير في الجيرز ريليتيف موشن تبعت اسنان الجيرز هي عباره عن رولينج موشن، فاذا في عندنا سرعه كافيه فعليا راح يكون في عندنا طبقه لوبريكنت بتفصل السطحين عن بعضهم، وبرضه نفس الشيء بالنسبه للرولينج كونتاكت بيرنجز على سرعات عاليه بيكون عندنا الاستو هيدروديناميك لوبريكيشن. طيب النوع اللي بعده من انواع اللوبريكيشن اللي هو الباوندري لوبريكيشن او بسموه ثين فيلم لوبريكيشن. طيب الباوندري لوبريكيشن او الثين فيلم لوبريكيشن هو عباره عن سبيشال كيس من الهيدروديناميك، وبرضه ممكن نحكي هو سبيشال كيس من الهيدروستاتيك. طيب في الهيدروديناميك لوبريكيشن نتيجه السرعه اللي موجوده عندنا بتولد بريشر بيفصل السطحين عن بعض، تكونت طبقه من اللوبريكنت، هاي اللي سميناها فول فيلم او ثيك فيلم. طيب اذا كانت السماكه تبع الطبقه قليله فهي نسميها باوندري او ثين فيلم لوبريكيشن. هسه هون فعليا ممكن في لحظات معينه يصير عندنا متل تو متل كونتاكت، ولحظات ثانيه ينفصلوا السطحين عن بعض، او ممكن فعليا السطح هو ماشي مناطق يكون فيها طبقه لوبريكنت فمنفصل المترز عن بعضهم، ومناطق ثانيه يكون قاعد يصير عندنا متل تو متل كونتاكت، فهذا نسميه باوندري لوبريكيشن. ليش بصير عندنا الباوندري لوبريكيشن؟ عادة بصير عندنا باوندري لوبريكيشن إذا صار في عندنا مثلا على سبيل المثال زيادة كبيرة في اللود، ريدكشن في اللوبريكنت سبلاي، مش قاعد بدخل لوبريكنت كفاية على البيرنج، أو قلت السرعة اللي بلف عليها الشافت أو السرعة اللي بلف عليها الجورنال، فبيبطل عندنا بريشر كافي إنه يفصل السطحين ويشكل لنا ثيك فيلم. طيب النوع الرابع والأخير من أنواع اللوبريكيشن اللي هو سوليد فيلم لوبريكيشن. طيب هنا ما فيش عندنا لوبريكنت على شكل فلويد، هنا يكون عندنا شافت البوشنج بيكون مصنوع من سوليد ماتيريال، بس هذه الماتيريال هي بسموها سيلف لوبريكيتنج ماتيريال. سيلف لوبريكيتنج ماتيريال اكزامبل عليها اللي هو الجرافايت، اذا ما عندكوش فكره عن الجرافايت فعليا بيستخدموه للي بسموهم الفحمات تبعت الماتورات الكهربائيه. طيب ففعليا اذا بتجيب قطعه جرافايت وبتحك اصبعك عليها بتلاحظ انه يعني في طبقه زيت بلشت تحسها على اصبعك، فهذه اللي هي السيلف لوبريكيتنج ماتيريالز،
فعليا نتيجة الاحتكاك بتبلش تولد لوبريكنت، وهذا فعليا بقلل الفريكشن. امتى بيستخدموا هذه السوليد ماتيريالز او السيلف لوبريكيتنج سوليد ماتيريالز؟ بيستخدموها في الحالات اللي عندنا درجات حرارة عالية، لسبب بسيط، لانه في كل هاي الحالات احنا بنحكي على اكسترنال لوبريكنت زيت، والزيت بشكل عام ما بتحملش درجات حرارة عالية، يعني لحدود 120 درجة سلسيوس بعد هيك ببلش ينحرق، تتبخر بعض الكومبوننتس. فاذا بدنا شيء يشتغل على درجات حرارة عالية عادة بنستخدمه السوليد فيلم لوبريكيشن. طيب هسه هون نحكي عن فلويد لوبريكنتس، فالفيسكوستي هي بروبرتي مهمة بدنا نحكي عنها، عشان احد اهم البروبرتيز لللوبريكنتس اللي لها تاثير على كثير شغلات مرتبطه مع الديزاين تبع البيركس. طيب فيسكوستي نعرف كلنا انه نعرفها انه عباره عن ميجر للفلويدز ريزيستنس تو فلو، او فلويدز ريزيستنس انه يصير في عندنا ديفورميشن في شكله بسرعه معينه ات جيفن ريت. ببساطه كلكم تميزوا انه مثلا ليكويد له فيسكوستي عاليه وانه ليكويد له فيسكوستي قليله من خلال السرعه اللي بصير فيها الفلو. يعني مثلا كلنا نعرف انه الميه الفلو تبعها سريع بينما العسل الفلو تبعه بطيء، فعلى طول نحكي انه الفيسكوستي تبع العسل اعلى من الفيسكوستي تبع الميه. طيب هسه بناء هذا ديفينيشن تبع الفيسكوستي اللي هو يعني كونسبت بسيط، خلينا نتخيل عندنا سيناريو زي هيك. لو عندنا سطحين، واحد منهم ستيشنري والثاني بيتحرك بسرعه معينه يو. طيب الفورس اف اللي هي الفورس اللي بنحتاج ناثر فيها على هذه القطعه عشان تحافظ على سرعتها، شو اللي بيقاومها او بيخلي سرعتها تحاول تنقص؟ اللي بيقاومها بيخلي سرعتها تحاول تنقص اللي هو وجود طبقه اللوبريكنت. ففي عندنا طبقه من اللوبريكنت ما بين هذول السطحين، اللوبريكنت بطبيعة الحال له فيسكاستي معين، وبتخيل كلكم متخيلين انه كل ما زادت الفيسكاستي راح نحتاج هنا لفورس اعلى عشان هذه تحافظ على سرعتها. طيب في عندنا هذول تو سيرفيسز، هذا ستيشنري هذا بيتحرك بسرعة معينة يو، المسافة ما بين هذول السطحين راح اسميها المسافة اتش. طيب بحسب الباوندري لاير ثيورم اللوبريكنت اللي بيكون ملامس لهذا السطح راح يكون له نفس السرعه، فهذا سرعته زيرو، واللوبريكنت او طبقه اللوبريكنت اللي ملامس لهذا السطح راح يكون لها نفس السرعه، فبالتالي بيصير عندنا جراديوال تشينج للفيلوسيتي تبع اللوبريكنت من زيرو هنا لماكسيمم فيلوسيتي يو هنا، فهذا فعليا بيمثل لنا الفيلوسيتي جريدينت. طيب فبتصور كلنا نميز انه فعليا كل ما تحركنا لفوق بهذا الاتجاه في الواي دايركشن السرعه تبعت اللوبريكنت عمالها بتزيد، ويو هنا سمول لتر يو بتمثل السرعه تبع اللوبريكنت على اي ارتفاع واي. طيب هسه بحسب نيوتنز فيسكوس افكت بيحكي لنا انه هسه فعليا واضح انه اللوبريكنت اللي هون عماله بيتعرض ل شيرنج، بصير في شيرنج. طيب الشير ستريس احنا بنعرف انه بشكل عام شير ستريس تاو بيساوي الفورس تقسيم الاريا اللي بتتعرض للشيرنج. طيب الفورس تبعتنا هي الفورس اف، الاريا اللي بتتعرض للشيرنج اللي هي الكروس سكشن اريا اللي موجوده هون، فتاو اللي هي اف على اي بحسب نيوتنز فيسكوس افكت بتساوي ميو مضروب في دي يو على دي واي، دي يو يو اللي هي الفيلوسيتي على اي ارتفاع واي. طيب هذه الايكويشن اللي هي بنسميها نيوتنز فيسكوس افكت او نيوتن ايكويشن، والكونستانت اوف بروبورشناليتي في هذه الايكويشن ميو اللي هو ببساطه دايناميك او ابسولوت فيسكوستي. طيب هسه لو افترضنا انه الفلويد اللي عندنا عباره عن نيوتونيان فلويد، شو هو نيوتونيان فلويد؟ الفلويد اللي بيكون فيلوسيتي جريدينت تبعه كونستانت. شو معنى الفيلوسيتي جريدينت تبعه كونستانت؟ انه ببساطه هنا بيكون عندنا لينير تشينج في الفيسكوستي، لينير تشينج في الفيلوسيتي. ففي هذه الحاله اذا كان عندنا لينير تشينج يعني هذا خط مستقيم زي اللي شايفينه هنا، فببساطه بنقدر نحكي انه دي يو على دي واي ببساطة بتساوي يو على المسافة h. فإذا افترضنا إنه عندنا نيوتونيان فلويد بتصفي نيوتن إيكويشن بالشكل التالي: تاو شير ستريس اللي موجود في اللوبريكنت أو في طبقة اللوبريكنت اللي عندنا، اللي هي ببساطة بطبيعة الحال الفورس على الكروس سكشن أريا، بتساوي ميو اللي هي الأبسولوت فيسكوستي مضروب في يو السرعة تبع
البليت المتحركة على H H مقدار السبيس أو الكليرنس اللي موجود ما بين هذول الثنتين. طيب هسه بالنسبة للفيسكاستي شو اليونت تبعتها؟ واضح من هذه الإكويشن إنه اليونت تبعت الفيسكاستي راح تكون بباسكال مضروب في سكند. طبيعي هذا إذا شغالين على الإس آي سيستم، وإحنا وين راح نحاول نشتغل على الإس آي سيستم. طيب إذا بدنا نشتغل باليو إس سيستم يونتس راح يكون PSI اللي هي اليونت تبع البريشر زيها زي باسكال مضروبة في سكند. هسه فعليا PSI في سكند هذه اللي هي يونت خاصة للفيسكاستي، عادة هذه اليونت بسموها رين اللي هي نسبة لرينولد. فعليا الهيدروديناميك ثيوري راح نستخدمها هنا هي يعني initially introduced by رينولد. فهذه اليونت تبعت الفيسكاستي اللي هي PSI في سكند عادة بسموها رين. طيب الكونفرجن فاكتور ما بين الرين والباسكال في سكند اللي احنا راح نستخدمه هنا كالتالي، واحد رين بيساوي 6395 باسكال في سكند. طيب نيجي بعد هيك للبيتروف ايكويشن. طيب بيتروف ايكويشن هي عبارة عن ايكويشن نستخدمها عشان نحسب قيمة الكوفيشنت اوف فريكشن اللي بتنتج عن وجود طبقة اللوبريكنت في البيرنج. هسه كمان مرة، لما يكون في عنا بيرنج في عنا طبقة لوبريكنت تفصل الشافت عن البوشنج، فعليا لما هذا الشافت بده يلف، لما الشافت يلف راح يبلش يسوي شيرينج في طبقة اللوبريكنت. طبقة اللوبريكنت أكيد لها فيسكاستي معينة فراح تقاوم هذا الروتيشن. طيب فبناء هذا الحكي بدنا نحسب قيمة الإفكتيف كوفيشنت أوف فريكشن اللي ناتج عن عملية الشيرنج اللي بتصير في اللوبريكانت، هذه راح نحسبها باستخدام بيتروف إيكويشن. طيب هسا بيتروف إيكويشن مبنية على أسامشن فعليا مش صحيحة. شو هي الأسامشن مش صحيحة؟ إنه لما يكون عندنا شافت موجود جوا بيرنج أو بوشنج، طبيعي في عندنا كليرنس ما بين الثنتين وفي طبقة اللوبريكانت معبية هذا الكليرنس. هنا مفترضين حسب بيتروف انه الشافت موجود في السنتر تبع البوشنج يعني كونسنتريك. هسه في الواقع لما يكون عندنا شافت زي هيك وعليه لود مش راح يضل موجود في السنتر، اكيد راح يتحرك مع اتجاه اللود. يعني في الواقع الشافت ما بيكونش كونسنتريك، بيكون اكسنتريك بالنسبه للبوشنج في الواقع، ولكن بحسب بيتروف ايكويشن احنا هنا مفترضينه انه كونسنتريك. ف ما هيش assumption دقيقة كثير، بس يعني على الرغم من هذا الحكي still بيتروف equation تعطينا يعني estimation مش بعيد كثير لقيمة coefficient fraction. أكيد في عنا طرق أحسن بيتروف equation، بس بيتروف equation يعني equation سهلة، الطرق الثانية فعليا نحتاج charts وأشياء زي هيك. فإذا بدنا equation سهلة عشان نحسب قيمة coefficient fraction يعني بطريقة نوعا ما قريبة من الدقة، فممكن نستخدم بيتروف equation. طيب من وين جت بيتروف إيكويشن؟ خلينا نشوف الديريفيشن تبعها. فهنا مفترضين انه في عندنا شافت له radius r موجود جوا بوشنج وفعليا موجود في السنتر، فبالتالي على كامل المحيط في عندنا radial clearance مقداره c. طيب l اللي هو length تبع البوشنج والكليرنس كله مليان موجود في lubricant له viscosity معينه. طيب هسه هذا الشافت بطبيعة الحال عليه لود W اللي هو يعني ناتج عن الاكسترنال ريدينج فورس انطبق على الشافت. طيب هسه لما هذا الشافت بده يلف اكيد بده يساوي شيرينج في اللوبريكنت، فراح نطبق اللي هي نيوتنز ايكويشن اللي بتحكي لنا الشير ستريس اللي موجود في اللوبريكنت بيساوي الفيسكوستي تبع اللوبريكنت ميو مضروب في لينير فيلوستي تبع السطح المتحرك على اتش اللي هي الكليرنس او المسافه بين السطحين. طيب بدنا نطبق هذه الايكويشن على الجيومتري اللي عندنا. فيو فعليا بدنا نحسب السرعه الخطيه على سطح الشافت. كم قيمه السرعه الخطيه على سطح الشافت؟ فعليا بتساوي الانجلر فيلوستي ان اللي هي اليونت تبعها ريفولوشنز بير سكند، راح نضربها في طول محيط الشافت. ف2 باي ار اللي هي طول محيط الشافت مضروب في السرعه اللي بيلف فيها ريفولوشنز بير سكند، فبيطلع معانا السرعه بالمتر بير سكند. و h اللي هي المسافه، والمسافه هون مسمينها c اللي هي الكليرنس. طيب هسه هذه قيمه شير ستريس بحسب نيوتنز ايكويشن.
هسه فعليا احنا بنعرف انه شير ستريس هو عباره عن فورس على اريا، فبالتالي ممكن نحكي انه الفورس اللي موجوده هنا على السطح اللي هي يعني عباره عن فريكشنال فورس بتساوي شير ستريس في الاريا. الاريا اللي بنحكي عنها هنا اللي هي مساحه سطح الشافت. شو مساحه سطح الشافت؟ مساحه سطح الشافت زي ما احنا عارفين اللي هي راح تكون طول المحيط 2 باي ار مضروب في هاي المسافة. طيب فإذا هذا بعطينا الفريكشنال فورس اللي موجودة هنا على السطح. فعليا احنا بنحولها لفريكشنال تورك، يعني كم قيمة التورك اللي محتاجينه عشان نحافظ على الروتيشن تبع الشافت بسرعة معينة. فالتورك زي ما احنا عارفينه اللي هو عبارة عن فريكشنال فورس مضروب في الراديوس، فبصفي معنا التورك بساوي الفريكشنال فورس مضروب في الراديوس، وزي ما حكينا فريكشنال فورس بتساوي تاو في A في الراديوس، والاريا زي ما حكينا اللي هي طول المحيط مضروب في اللينث L. فلما نعوض كل هذا الحكي في الاكويشن بيطلع معانا قيمة التورك اللي بنحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن اللي ناتج عن مقاومة اللوبريكنت للشيرنج كالتالي: 4 باي سكويرد ار كيوبد ال في ميو في ان على سي. طيب هسا بدنا نحسب قيمة التورك اللي بنحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن اللي موجود على سطح الشافت بسبب مقاومة اللوبريكانت للشيرنج، بس بدنا نحسبه باستخدام الديفينيشن تبع الكوفيشنت فريكشن، يعني احنا بالمحصلة بنحسب الكوفيشنت فريكشن. طيب فأول إشي بدنا نعرف اللي هو البريشر بير بروجكتد اريا، اللي هو ببساطة الفورس اللي موجودة عندنا هنا راح نقسمها على بروجكتد اريا للبيرنج. بروجكتد اريا للبيرنج ببساطة راح تكون عبارة عن 2R في L، 2 في الراديوس الدايمتر مضروب في لينث، هذا بيعطينا بروجكتد اريا، بنقسم عليها اللود فبصير عندنا بريشر بير بروجكتد اريا او بريشر اندر بروجكتد اريا. فبناء على هذا الحكي ممكن نكتب انه W بتساوي 2R في L في البريشر. وزي ما احنا عارفين لما يكون عندنا فريكشن او يعني كوفيشنت فريكشن ببساطه بنحكي انه قيمه الفريكشنال فورس بتساوي الكوفيشنت فريكشن مضروب في النورمال. طيب النورمال تبعنا اللي هو W، فاذا W مضروب في الكوفيشنت فريكشن هذه عباره عن فريكشنال فورس. الفريكشنال فورس اذا باخذها وبضربها في الراديوس تحولت لفريكشنال تورك. طيب اذا فريكشنال تورك اللي هو ببساطة بيساوي فريكشنال فورس النورمال في الكوفيشنت فريكشن مضروبة في R. طيب والW زي ما حكينا هي 2RL في البريشر، فمنعوض في الإكويشن وصفي معانا إنه التورك اللي بنحتاجه عشان نتغلب على الفريكشن بيساوي 2R سكوير في الكوفيشنت فريكشن في L في البريشر اللي هو مجرد فورس على بروجكت الاريا. طيب هذا التورك هو نفسه هذا التورك، فمنساوي 2 terms ومنحل هالإكويشن عشان نطلع قيمة الكوفيشنت فريكشن، فبطلع معانا قيمة الكوفيشنت فريكشن بتساوي 2 باي سكوير ميو ان على البريشر مضروبة في R على C. طيب هسه لاحظ هاي الإكويشن تعطينا قيمة الكوفيشنت فريكشن، زي ما احنا عارفين الكوفيشنت فريكشن دائما هو نان دايمنشنال، وفعليا هذه الإكويشن تعطينا شيء نان دايمنشنال. وفاصلين هنا الترمز بهذه الطريقة. طيب الترم اللي عندنا هنا ميو في ان على بي، ميو في ان على بي اذا نعوض اليونتس بنلاحظ انها it cancels out، فهذا الترم هو عبارة عن non dimensional quantity، ونفس الاشي r على c ثنتين لهم نفس اليونت فهي عبارة عن non dimensional quantity. طيب ليش فصلنا الترمز بهذه الطريقة؟ عشان عادة ميو في ان على بي هي non dimensional quantity و r على c اللي هي برضو non dimensional quantity، هذه تشمل كثير من البارامترز المهمة اللي لها علاقة باللوبريكيشن. يعني بدخل عندنا هون الراديوس تبع الشافت، بدخل عندنا الكليرنس، بدخل معانا البريشر، البريشر اللي هو الفورس على الاريا، فيعني الاريا فعليا تعتمد على الراديوس تعتمد على اللينث. طيب الفيسكوسيتي تبع اللوبريكانت والسرعه تبع الشافت، فكثير من البارامترز اللي بتدخل في حسابات اللوبريكيشن فعليا مشموله من خلال هذول التو تيرمز اللي هو عباره عن نان دايمنشنال تيرمز، وفعليا هذول التيرمز احنا فعليا بنستخدمهم عشان نحسب شيء نسميه البيرنج كاركترستيك نمبر او سمر فيلد نمبر. السمر فيلد نمبر بتعرف بالشكل التالي:
r على c squared في mu n على b. فبالتالي still Summerfield number أو bearing characteristic number هو عبارة عن non-dimensional quantity. هذا Summerfield number مهم جدا عشان هو فعليا بيشمل تقريبا كل البرامترز المهمة اللي لها علاقة بالديزاين تبع البيرنج. وزي ما راح نشوف لقدام شوي احنا فعليا لما بدنا نطلع اي معلومات لها علاقة بالبرفورمانس تبع البيرنج راح نطلعها بناء على قيمة Summerfield number زي ما راح نشوف خلال المحاضرة الجاي. وللتذكير انه n اللي مستخدمينها هنا هي تبعتها revolutions per second، يعني لما نعوضها راح نعوض واحد على second. ف واضح انه استمر في النمبر هو عباره عن دايمنشنال كوانتيتي. طيب نيجي بعد هيك هذا موضوع ستيبل لوبريكيشن. طيب احنا حكينا في البدايه في عندنا هيدروديناميك لوبريكيشن سميناه ثيك فيلم، وفي عندنا باوندري لوبريكيشن سميناه ثين فيلم. طيب حكينا ان الباوندري لوبريكيشن هو عباره عن سبيشال كيس من الهيدروديناميك، بصير اذا زي ما حكينا عندنا لود عالي سرعه قليله او نقص في اللوبريكانت. طيب عشان نشوف الفرق ما بينهم فبدنا نطلع هون على موضوع stable lubrication. طيب شو اللي شايفينه في هذه الرسمة؟ هسه هذا الكيرف فعليا طلعوه experimentally من خلال experiments، كانوا يقيسوا قيمة ال coefficient of friction ويغيروا قيمة ال bearing characteristic اللي هي mu في n على b. طيب فmu في n على b اللي هي عبارة عن non-dimensional quantity، هي عبارة عن كاركترستيك للبيرنج حاطينها على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس قيمة الكوفيشنت اوف فريكشن. طيب هسه قاسوا الكوفيشنت اوف فريكشن من خلال انهم يقيسوا التورك اللي بيحتاجوه عشان يحافظوا على سرعة معينة، فطلعوا قيمة الكوفيشنت فريكشن ورسموا العلاقة بالشكل التالي. طيب هذه العلاقة اللي طلعت معانا من خلال الاكسبيرمنتس. هسه من هاي النقطة بي ولهونا احنا هذا نعتبره thick film lubrication او فعليا هو thick film lubrication، وهاي المنطقة اللي هي المنطقة تبعت thin film او boundary lubrication. thick film lubrication advantage تبعته انه stable، بينما thin film او boundary lubrication unstable. فعشان هيك احنا دائما بدنا نكون شغالين في منطقة thick film lubrication. طيب هسه احنا بنحكي انه thick film lubrication stable، شو معنى انه stable؟ طيب عشان نفهم شو معنى انه ستيبل، خلينا نفترض انه احنا عندنا قيمة معينة البيرنج كاركترستيك نمبر، فبناء عليها احنا كنا موجودين عند هذه النقطة على الكيرف، فيعني عندنا قيمة معينة كاوشن فريكشن. طيب نفترض انه اشي معين صار خطأ، فنتيجة هذا الخطأ ارتفعت درجة الحرارة. طيب لما ترتفع درجة حرارة تبعت البيرنج، يعني ارتفعت درجة حرارة اللوبريكنت، واحنا نعرف انه اي لوبريكنت لما تزيد درجة حرارته بتقل الفيسكاستي تبعته. طيب فبتبع درجة حرارة قلت الفيسكاستي، لاحظ لما تقل الفيسكاستي فعليا احنا هذا الكيرف راح نتحرك لورا عشان قلت قيمة البيرنج كاركترستيك. طيب اذا كنا عند نقطة معينة زادت الحرارة فبالتالي قلت الفيسكاستي تحركنا لهون. طيب بما انه تحركنا لهون فعليا شو صارت في قيمة الكوفيشنت فريكشن؟ قيمة الكوفيشنت فريكشن قلت. بما انه قلت قيمة الكوفيشنت فريكشن معناته الهيت جنريشن قل، يعني فعليا احنا بصير عندنا هيت جنريشن نتيجة الفريكشن. فبما انه قلت قيمة الكوفيشن فريكشن قل الهيت جنريشن، لما تقل الهيت جنريشن بالتالي راح تقل التمبريتشر. طيب فاذا هيك فعليا احنا سوينا او يعني صار عندنا سيلف كوركشن، يعني ارتفعت الحرارة بالمحصلة صار سيلف كوركشن وردت نزلت الحرارة فبنضلنا ستيبل. هذا الوضع بيكون لما يكون عندنا طبقة ثيك من الفيلم او طبقة ثيك من اللوبريكنت. طيب اذا كانت سماكة اللوبريكنت قليلة احنا فعليا بنكون شغالين في هذا الجزء، وهذا هو فعليا unstable. ليش unstable؟ خلينا نفترض في عندنا قيمة معينة للبيرنج كاركترستيك ميو ان على بي، فبالتالي احنا حاليا موجودين عند هذه النقطة. بنفترض نفس السيناريو، زادت الحرارة لسبب معين، فشوف قصار في الفيسكاستي، الفيسكاستي بتقل، يعني راح نتحرك بهذا الاتجاه. فتحركنا بهذا الاتجاه يعني طلعنا على الكيرف اللي فوق، يعني الكوفيشنت فريكشن زاد. الكوفيشنت فريكشن زاد يعني الهيت جنريشن زاد. الهيت جنريشن زاد يعني الحرارة راح ترتفع كمان. فعليا ارتفعت حرارة وبعد هيك راح تظل هالحرارة ترتفع لحد ما يصير عندنا دامج في البيرنج. فلهذا السبب هذا نسميه unstable lubrication، هنا stable lubrication. طيب كيف نضمن حالنا انه نظل في منطقة stable lubrication، انه دائما يكون عندنا thick film؟ ببساطة بان البيرنج characteristic number يكون اكبر من هاي القيمة اللي هي القيمة عند النقطة B، وهذه الكريتيكال فاليو اللي بدنا نكون اكبر منها عشان يكون عندنا ستيبل لوبريكيشن بتساوي كالتالي: ميو ان على بي اللي هو نون دايمنشنال
بيرنج كاركترستيك لازم تكون قيمته اكبر من 1.7 في 10 قوه ناقص 6. طيب اذا تحقق هذا الشرط يعني هيك بنكون في المنطقه تبعت ستيبل لوبريكيشن عشان عندنا ثيك فيلم. طيب نيجي بعد هيك لموضوع ثيك فيلم لوبريكيشن عشان نفهم كيف بيشتغل من ناحيه الكونسبت. طيب راح نفترض انه في عندنا بيرنج كالتالي، هذا هو البوشنج، هذا هو الشافت، وطبيعي في عندنا كيلاس. طيب اللود بهذا الاتجاه اتجاه لتحت. خلينا نفترض في البدايه يعني قبل ما تبلش الروتيشن تبعت الجورنال او الروتيشن تبع الشافت، اكيد هذا الشافت بده يكون هنا في السنتر وصار عندنا كونتاكت هنا في نقطه السنتر. طيب هسه لما يبلش الشافت او الجورنال يلف شو اللي راح يصير؟ في عندنا احتكاك ما بين سطح الشافت وما بين السطح اللي هنا، تمام؟ يعني هون افترضنا فيش عندنا لوبريكنت لحد الان، يعني هو مجرد هواء في الفراغ في الكليس. طيب ففي البدايه قبل ما تبلش الروتيشن كان هذا موجود هنا في السنتر وفي عندنا كونتاكت عند هاي النقطه. طيب بلش الروتيشن، هسه نتيجه الروتيشن في عندنا فريكشن ما بين السطحين اللي هو عباره عن كاينتيك او سلايدنج فريكشن، فهذا الشافت نتيجه الفريكشن بحاول انه يبلش يتسلق على السطح تبع البوشنج، بتسلق عليه ببلش يتحرك لارتفاع معين لحد ما يصير عندنا بالانس ما بين قيمه فريكشنال فورس وقيمه الويت دبليو اللي هو لتحت، ففعليا راح يظل يلف زي هيك وبكون عندنا الكونتاكت على نقطه موجوده هنا. طيب هسه خلينا نفترض سوينا هول ومن خلال هذه الهول بدانا ندخل لوبريكنت عشان يعبي هذا الكياس. طيب لما سوينا الهول وبلش اللوبريكنت يدخل، ففعليا هذا الشافت بلف زي هيك ببلش يسحب اللوبريكنت معه، فراح يبلش يسحب اللوبريكنت ويحشره في هذه السبيس القليله اللي هي الويدج شيبت بنحكي عنها. طيب فراح يحشره في هذه الاريا اللي هي على شكل ويدج، فاللي راح يصير انه راح يبلش يصير عندنا بيلد اب للبريشر، فهذا البيلد اب للبريشر في هاي المنطقه راح يفصل السطحين منهم عن بعض، او يعني راح يجبر السطحين انهم ينفصلوا عن بعض، ومن خلال هذه النازل الصغيره اللوبريكانت راح يمر. طيب فاللوبريكانت راح يبلش يساوي سايكل ويمر هنا ويفصل السطحين عن بعض، هذا الحكي طبيعي بشرط انه يكون عندنا سرعه عاليه للدوران. طيب لما يبلش يصير هيك فعليا هاي المنطقه اللي هنا فيها بريشر العالي اللي هي المنطقه اللي قبل النازل، وهذه المنطقه اللي هنا فيها بريشر قليل، فبما انه هنا عندنا بريشر عالي وهنا بريشر قليل، فعليا هذا الشافت راح يندفع بالاتجاه المعاكس، فبدل ما يصير عندنا يعني النقطة اللي فيها الكونتاكت على هذه الجهة، راح يصفي النقطة اللي هي يعني فعليا مش قاعد يصير فيها كونتاكت، بس المنطقة اللي فيها المينيموم فيلم ثيكنس راح تصير على هذه الجهة اللي هي جهة الشمال، مع انه انيشالي من غير وجود اللوبريكنت، فعليا هذا كان متسلق باتجاه اليمين، بس لما دخل اللوبريكنت بسبب انه البريشر هون اعلى من البريشر هون بعد النازل، فبالتالي دفع الشافت بهذا الاتجاه وصار عندنا المنطقه اللي فيها المينيمم فيلم ثيكنس، المينيمم فيلم ثيكنس بنسميه اتش نوت، صار في هذه الجهه في جهه الشمال زي ما احنا شايفين. طيب هسه بعد ما ميزنا شو اللي بصير في الواقع نتيجه وجود اللوبريكنت، وهنا بنحكي على هيدروديناميك لوبريكيشن، يعني في عندنا سماكه كافيه لطبقه اللوبريكنت انه تفصل السطحين عن بعض، يعني هون مش قاعد بصير عندنا متل تو متل كونتاكت. طيب المينيمم فيلم ثيكنس زي ما حكينا سميناه اتش نوت، بدنا نميز بقيه التيرمز اللي بنستخدمها عشان نعرف الجيومتري. طيب فكما مره هاي مفترضين نفس الفكره، جورنال بينج، الجورنال بلف بهذا الاتجاه، هذا البوشنج تبعنا وكل هذا السبيس مليان فيها اللوبريكنت. طيب لما يكون الروتيشن بهذا الاتجاه زي ما حكينا النقطة اللي بيكون فيها المينيمم فيلم ثيكنس بتكون على اتجاه الشمال. طيب الترمينولوجي او التيرمز راح نستخدمه عشان نعرف الجيومتري تبعنا، اول شيء اتش نوت اللي هي المينيمم فيلم ثيكنس، النقطة او او نوت اللي هي السنتر تبع الجورنال والسنتر تبع البوشنج. هسه فعليا ما بيكونوش على نفس النقطة، فالفرق او المسافة ما بين هذول النقطتين بنسميها اي سمول، اي هاي بنسميها الاكسنتريسيتي، فببساطة الاكسنتريسيتي بتساوي مقدار الراديال كليرنس، الراديال كليرنس اللي هو الفرق في قيمة الراديوس ما بين البوشنج اللي له راديوس كبير والجورنال اللي له راديوس قليل، فسي اللي هي مقدار الراديال كليرنس، فبالتالي مجموع الاكسنتريسيتي واتش نوت
فعليا بيساوي مقدار الكليرنس، فممكن نكتب كالتالي الاكسنتريسيتي بتساوي ريليال كليرنس ناقص اتش ناط اللي هي المينيمم كليرنس. طيب هسا الاكسنتريسيتي هي تيرم مهم في الحسابات تبعت الجورنال بيرنجز والحسابات تبعت الهيدروداينامك ثيوري بشكل عام، بس احنا عاده في الهيدروداينامك ثيوري بنحاول نخلي كل شيء نون دايمنشنال عشان راح نصير نطلع من الشارتس. فلهذا السبب راح نعرف شيء نسميه اكسنتريسيتي ريشيو، اللي هو ببساطه قيمه الاكسنتريسيتي قسمناها على مقدار الراديال كليرنس سي اللي موجوده عندنا. ففعليا الاكسنتريسيتي ريشيو راح تعبر عن مقدار الاكسنتريسيتي اللي موجوده بس كنون دايمنشنال كوانتيتي. طيب غير هيك بدنا نميز انه ممكن يكون عندنا تو سيناريوز للبيرنجز، ممكن يكون عندنا شيء نسميه فول بيرنج. كل بيرنج في عندنا جورنال، والبيرنج او البوشنج عباره عن دائره كامله بتحيط بالجورنال زي اللي شايفينه هون. فاذا كان الوضع زي هيك هذا بنسميه فول بيرنج. هسه في كثير من الحالات ما بكونش عندنا فول بيرنج، ممكن يكون عندنا بارشل بيرنج. بارشل بيرنج زي اللي شايفينه هون، يعني بيكون في عندنا بدل ما يكون عندنا حلقه كامله تبعت البوشنج بيكون عندنا يعني جزء بسيط، فهذا بنسميه partial bearing. والangular length تبع partial bearing من عرفه أو من قيسه من خلال هذه الزاوية بيتا. طيب إذا عندنا partial bearing مهم جدا نكون عارفين الزاوية اللي بغطيها، وبرضو هذا راح يدخل معانا في الحسابات. طيب نيجي بعد هيك لموضوع الديناميك ثيوري اللي هي راح نعتمد عليها لما بدنا نساوي الاناليسز للجورنال. طيب الهيدروديناميك ثيوري فعليا اجت بناء على اكسبيرمنتس كان سواها تاور. طيب تاور فعليا سوى الاكسبيرمنتس تبعته على بيرنج زي اللي شايفينه هون. تاور كان بيشتغل في السك الحديد وكان بيساوي تجارب على البيرنجز بيستخدموها للقطارات. طيب هذا يعني تيبكال بيرنج زي اللي بيستخدموه للقطارات، هذا هو الشافت المرتبط مع عجلات القطار، ففعليا راح يكون بيأثر فورس لفوق، وهذا W اللي هو وزن المقطورة اللي بدها تكون تأثر بهذا الاتجاه. طيب البيرنج اللي عنده زي هيك، هذا هو الجورنال، هذا هو البوشنج تبعه، ففعليا الكونتاكت عندنا بصير على هذا السطح، فزي ما انتم شايفين هنا ما عندناش فول بوشنج، عندنا بارشل بوشنج. طيب هذه سبيس اللي بيعبي فيها اللوبريكانت، وهذه الفتحه اللي كان بيستخدمها عشان يعبي من خلالها اللوبريكانت، يعني على اساس انه بتسرب بيدخل بيعبي هذه المنطقه. طيب هذا الوضع اللي شايفينه هنا لما يكون الشافت واقف ستيشنري، يكون في عندنا كونتاكت ما بين سطح الشافت والسطح تبع هذا البوشنج اللي مصنوع من البرانس. طيب هسه فعليا هاي الفتحه كان مسويها عشان يعبي من خلالها اللوبريكنت، وبعد هيك كان يسكرها باستخدام فلينه. بس اللي لاحظه دائما انه لما كان الشافت يبلش يدور دائما كانت الفلينه تطلع ويبلش اللوبريكنت يطلع من خلال هاي الفتحه. ففعليا شو اللي قاعد بيصير؟ اللي قاعد بيصير انه هذا الشافت لما يبلش يلف ببلش يسحب اللوبريكنت معه هنا، ويبلش هذا اللوبريكنت يدخل في سبيس ما بين الجورنال والبوشنج، وراح يمر من خلال النازل اللي حكينا عنها بسبب يعني الاكسنتريسيتي، فبيدخل في ويج شيبد ريجن وبعد هيك بيطلع منه. طيب يعني اكتشف انه فعليا في بريشر بتولد نتيجه الروتيشن، وهي هي الفكره تبعت الهيدروديناميك ثيوري، انه بتولد عندنا بريشر بيفصل السطحين نتيجه الروتيشن. فاجا ساوى مجموعه من الهولز اوكي، وعلى كل واحده حط بريشر جيج وقاس قيمه البريشر ديستريبيوشن، فاستنتج انه فعليا بريشر قاعد بقل وبزيد وبقل. فهذه هي الاوبزرفيشنز تبعت تاور، فبناء عليها صار يساوي ديزاين للبيرنجز. طيب بعدين اجى رينولدز، رينولدز ساوى ماثيماتيكال ايكويشنز عشان يوصف الاوبزرفيشنز اللي كانت مبينه مع تاور. طيب فاحنا الايكويشنز اللي عندنا هنا اللي يعني راح تستخدم اللي هي رينولدز ايكويشن. طيب في البدايه بدنا نتعرف على الاسامبشنز تبعت رينولد اللي مشي عليها عشان يساوي الديريفيشن تبع الايكويشن تبعته. في البدايه بدنا نطلع على الاسامبشنز تبعت الايكويشن المبسطه، الايكويشن المبسطه لرينولدز مش مفترض فيها انه في عندنا سايد ليج. طيب على العموم خلينا نطلع على الاسامبشنز نشوف كل وحده شو معناها بالنسبه للماثماتيكال ديريفيشن. فاللي مفترضه رينولدز كما مره هذا هو الشافت تبعنا بلف بهذه السرعه، السرعه على سطح الشافت اللي هي يو، وفي عندنا
بوشنج، اوكي، ساوى للفول بوشنج وساوى برضه للبارشل بوشنج. طيب فانيشالي احنا راح نفكر في الفول بوشنج، في ايكويشنز يعني شبيهه تستخدم برضه للبارشل بوشنج. طيب في كل الاحوال الاسامبشنز، اول شيء the film thickness is very small compared to the bearing radius، فالثيكنس تبع الفيلم صغير جدا مقارنه مع الريديس. فمن هذه الاسامبشن نستفيد انه ممكن نحمل الكيرفتشر، بما انه الثيكنس قليل مقارن مع الريديس، فالكيرفتشر اللي عندنا بالنسبه لطبقه اللوبريكانت كيرفتشر قليل، فممكن نحمله ونفترض انه في عندنا شيء مفروض. ففعليا هذه اول اسامبشن بناء عليها ما اشتغلش على شيء دائري زي هيك، افترض انه في عندنا بس شيء هوريزونتال بهذه الطريقه وعندنا سطحين، هذا ستيشنري سيرفيس اللي بيمثلنا البوشنج وهذا السيرفيس اللي بيتحرك اللي بيمثلنا سطح الجورنال، وفي عندنا كليرنس اللي هو اتش زي ما احنا شايفين. طيب الاسامشن الثانيه the lubricant is newtonian، newtonian يعني في عندنا linear gradient. طيب incompressible، وبرضه الـ viscosity is constant، الـ viscosity ما بتتغيرش خلال الفلو اللي قاعد بصير هنا. طيب forces due to inertia are neglected، هسا أي شيء بيتحرك في له طبيعي inertia، فهنا احنا أهملنا تأثير الـ inertia. غير هيك the film pressure is constant in the axial and vertical direction، البريشر تبع طبقة اللوبريكنت ثابت في الاكسل دايركشن اللي هو هذا الاتجاه، اتجاه الاكسس تبع الشافت، وبرضه ثابت في الفيرتيكال دايركشن، فيعني اذا تحركنا بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه ما فيش عندنا جريدينت او ما فيش عندنا فرق في البريشر، البريشر بيتغير بس مع حركة اللوبريكنت بهذا الاتجاه، فاذا اخذنا نقاط مختلفة في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الاكس اكسس راح يبين معنا انه في فرق في البريشر. طيب غير هيك افترض انه البيرنج has infinite length in the axial direction، length تبع البيرنج في الاكسل دايركشن افترض انه infinity كبير جدا، فمن خلال هذا الاسامشن نفترض انه اللوبريكانت مش راح يصير له فلو في الاكسل دايركشن، ففعليا يعني الفلو بس في هذا الاتجاه وما في شيء سايد فلو في الاكسل دايركشن. طيب اخر اسامشن الفيلوسيتي تبعت اي بارتكل موجود في اللوبريكنت راح تعتمد على الاكس والواي كوردينيت تبع هاي البارتكل، اكس كوردينيت اللي هو هذا والواي كوردينيت اللي هو هذا، فاي بارتكل بحسب اكس واي بوزيشن تبعها بتتغير سرعتها، فهذه هي الاسامبشنز تبعت رينولدز. طيب بناء على هذه الاسامبشنز طلع هذه الايكويشن. هسه اللي مهتم بموضوع الفلويدز ممكن يرجع للدريفيشن تبع هذه الايكويشن موجود في الكتاب، يعني مش كثير صعب. طيب فطلع معه هذه الايكويشن اللي هي عباره عن ديفرنشال ايكويشن، فعليا نوعا ما سهله بس فعليا ما لهاش اناليتيكال سولوشن. طيب هسه هذه الايكويشن اللي طلعت بناء على الاسامبشن انه عندنا انفينيت لينك، فبالتالي ما فيش سايد فلو. بس بعد هيك لما افترض انه في سايد فلو، يعني فعليا ما فيش بيرنج في الواقع له انفينيت لينك، دائما في يكون عندنا فاينيت لينك، فاللوبريكنت دائما برضه غير انه راح يمشي بهذا الاتجاه برضه راح يطلع من جوانب، ففي هذه الحاله اكيد راح يصير الوضع معقد اكثر. وفي هذه الحاله طلعت معه هذه الايكويشن اللي هي عباره عن بارشل ديفرنشال ايكويشن، اكيد هذه معقده كثير مقارنه مع هاي. طيب بس فعليا سواء هاي الايكويشن او هاي الايكويشن ما لهمش اناليتيكال سولوشن، الطريقه الوحيده انه نتعامل مع هذه الرينولدز ايكويشن اللي هو من خلال نيوميريكال سولوشنز، واحد اول النيوميريكال سولوشنز للرينولدز ايكويشن سوى سامرفيلد. فسامرفيلد حكى انه في علاقه ما بين ار سي او ار على سي في الكوفيشن فريكشن، الها علاقه مباشره functional relationship مع هذه non dimensional quantity، هذه non dimensional quantity اللي هي سميناها Summerfield number، فحكى انه في علاقة مباشرة، هسا اكيد ما هيش linear اوكي، بس يعني في علاقة ما بين هذه القيمة اللي هنا اللي هي قيمة Summerfield number وقيمة coefficient of friction. طيب بعد هيك في عنا بعض design considerations إلها علاقة بالvariables اللي بنستخدمها لما نسوي design أو analysis لجورنال bearings.
هذه الفاريبلز بشكل عام تتقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى اللي هي الاندبندنت فاريبلز، كل واحد منهم اندبندنت عن الثانيات، وهاي المجموعة برضو ممكن نسميها الديزاين فاريبلز، عشان فعليا هذه الأشياء اللي ممكن يتحكم فيها الديزاينر عشان يحصل على بيرفورمانس معين للبيلينج. طيب شو هي هذه المجموعة اللي هي الاندبندنت فاريبلز؟ أول شيء مثلا في عندنا الفيسكاستي، الديزاينر ممكن يتحكم في الفيسكاستي من خلال إنه يختار جريد معين من الزيوت، جريد معين من اللوبريكنتس، راح نحكي عن اللوبريكنت جريدز في المحاضرة الجاية. طيب غير هيك اللود بير يونت بروجكتد اريا بي، أو يعني قيمة البروجكتد بريشر. هسه فعليا الفورس مطبقة على البيرنج ما بتحكم فيها الديزاينر، بس فعليا هو بيتحكم بالاريا، البروجكتد اريا، وبالتالي بيقدر يتحكم بالبريشر. بروجكت اريا بتحكم فيها من خلال انه يتحكم في الراديوس تبع الشافت، وبرضه بتحكم في اللينث تبع البوشنج، فبالتالي بتحكم في البريشر. طيب غير هيك الانجلر سبيد ان، طيب هسه هي فعليا هاي مش ممكن اعتبرها ديزاين فاريبل، يعني الديزاين ما بيقدرش يتحكم في سبيد، بس هي فعليا واحده من الاندبندنت فاريبلز اللي عندنا. طيب غير هيك الدايمنشنز تبعت البيرنج بشكل عام، R radius تبع الشافت، C مقدار الراديال كليرنس، L اللي هو اللينث تبع البوشنج، وبيتا اللي هي الزاوية تبعت البارشال بوشنج إذا كان عندنا بارشال بوشنج. طيب زي ما حكينا N في الغالب ما بقدرش يتحكم فيها الديزاينر. برضو بالنسبة للفيسكاستي ميو، هسا إذا عندك بيرنج واحد أنت تختار له اللوبريكنت اللي بدك إياه، بس مرات يعني أنت فعليا بيكون عندك كذا بيرنج وكلهم لازم يستخدموا نفس اللوبريكنت، ففي حالات زي هاي يعني ما بتكونش تقدر تتحكم او تغير الفيسكاستي بشكل كبير، بس ستيل يعني عندك مجموعه من الديزاين فاريبلز ممكن تغيرها عشان تحصل على البرفورمانس اللي بدك اياه. طيب المجموعه الثانيه من الفاريبلز اللي هي بنسميها الديبندنت فاريبلز. طيب الديبندنت فاريبلز فعليا هذه قيمها بتعتمد على قيم الفاريبلز اللي في المجموعه الاولى، فيعني ممكن نتحكم فيها بس بشكل indirect من خلال انه نغير القيم تبعت الاندبندنت او الديزاين فاريبلز. هسه هذه المجموعه الثانيه ممكن نسميها البرفورمانس فاريبلز، البرفورمانس بارامترز. شو بتشمل؟ على سبيل المثال تشمل الكوفيشنت فريكشن. الكوفيشنت فريكشن بطبيعه الحال ممكن تتحكم فيه من خلال كثير شغلات، ممكن نغير الميو، ممكن نغير الراديوس، كل هالاشياء زي ما شفنا بتاثر في قيمه الكوفيشنت فريكشن. طيب غير هيك temperature rise، temperature rise برضه في كثير شغلات بتأثر فيها، مثلا clearance بيأثر على كمية الفلو، بيأثر على friction، فبالتالي بيأثر على temperature rise. طيب غير هيك اللي هو الفلو ريت، برضه الفلو ريت نتحكم فيه من خلال length ومن خلال radial clearance. طيب غير هيك في عندنا برضه المينيمم فيلم ثيكنس اتش نوت، برضه هذا بارامتر مهم نتحكم فيه من خلال قيم البارامترز اللي موجوده او من خلال قيم الفاريبلز اللي موجوده في المجموعه الاولى. طيب هسه هذول المجموعه اللي هم الديبندنت فاريبلز بشكل عام احنا ممكن نسميهم بيرفورمانس فاكتورز، يعني قيمهم تعطينا انديكيشن عن البيرفورمانس تبع البيرنج، وعشان هيك بكثير من الحالات هذه البيرفورمانس فاريبلز نيجي بنحط عليها ليميتيشنز، يعني مثلا بدناش قيمة المينيمم فيلم ثيكنس تكون اقل من كذا، بدناش الفريكشن يكون اعلى من كذا عشان نتحكم في البيرفورمانس تبع البيرنج. طيب هسه احد الفاريبلز المهمات اللي موجوده ضمن المجموعه الاولى اللي هو الانجلر فيلوسيتي. طيب بالنسبه للانجلر فيلوسيتي حكينا اللي هي السرعه اللي بلف عليها الشافت، او السرعه اللي بلف عليها الجورنال، واللي تبعها بالريفولوشن بير سكند. بس بدنا ننتبه انه في عندنا يعني سيناريوز غير انه مجرد شافت وبلف. طيب فلهذا السبب احنا راح نعرف ايش نسميه significant angular speed. significant angular speed اللي هي هاي القيمه اللي بنحسبها ونستخدمها في السمر فيلد نمبر او في الايكويشن تبعت بتروف او شيء زي هيك. طيب significant angular speed بتساوي absolute value تبعت nj، nj اللي هي angular speed تبع الجورنال per revolution per second، زائد nb اللي هي angular velocity تبع البوشنج او البيرنج per revolution per second اذا كان البوشنج نفسه بلف، ناقص 2 في nf، nf اللي هي load vector angular speed اذا كان الاتجاه تبع load vector بيتحرك قاعد بلف. طيب عشان نفهم يعني significance تبع هذا الايكويشن وشو المعنى تبع significant angular speed، خلينا نطلع على بعض الكيسز، بعض السيناريوز.
طيب ففي عندنا هنا في الكتاب بعض السيناريوز. طيب هذه هي تيبكال كيس او تيبكال سيناريو. في عندنا بوشنج، البوشنج ثابت ما بيتحرك. في عندنا لود فيكتور اتجاهه عمودي وما بيغيرش اتجاهه. وفي عندنا الجورنال بلف بسرعه معينه ان جي. طيب فاذا عندنا ان جي موجوده بلف الجورنال والبوشنج ثابت سرعته زيرو واللود فيكتور ثابت سرعته زيرو، فلما نعوض في الايكويشن بيطلع سيجنفكت انجلر فيلوسيتي هي ببساطه سرعه الجورنال، وهذه هي سمبل تيبكال كيس اللي نتعامل معها في معظم الحالات. طيب خلينا نشوف هسه سيناريو ثاني. هذا السيناريو عندنا البوشنج ثابت ما بيتحرك، بس الجورنال اللي عندنا بيتحرك وبرضه اللود فيكتور بيتحرك، يعني اتجاه اللود فيكتور ما هوش ثابت، بيتحرك وبلفه بنفس السرعه. اللود فيكتور والجورنال بيلفوا بنفس السرعه، زي مثلا الكيس لما يكون عندنا فورس ناتج عن انبالانسد سنترفيوجال روتيشن. لما يكون عندنا انبالانسد سنترفيوجال روتيشن فعليا يعني اتجاه الفورس بتضلها تلف تتغير. طيب في حاله زي هاي لما نعوض في الايكويشن برضه راح يطلع معانا من خلال الايكويشن انه significant angular velocity بتساوي السرعه تبعت الجورنال. طيب نشوف كيس ثالثة، هي فعليا هايبوثيتيكال يعني ما في شيء فعلي زي هيك، بس على سبيل المثال لو افترضنا انه البوشنج ثابت ما بيتحرك، الجورنال بلف بسرعة معينة ان جي، واللود فيكتور بلف بسرعة مساوية لنص ان جي. طيب في هذه الحالة لما نعوض في الايكويشن بيطلع معانا السيجنفكت انجلر فيلوستي زيرو. سيجنفكت انجلر فيلوستي زيرو يعني باعتبار انه ما فيش عندنا روتيشن. ولاحظ هون الروتيشن مهمة عشان يتولد عندنا البريشر، ما فيش روتيشن مش راح يتولد عندنا هيدروديناميك بريشر. طيب نشوف اخر سيناريو او اخر كيس ناخذينه هنا. هون مفترضين انه البوشنج والجورنال اثنين بلفوا بنفس السرعة، يعني عندنا الجورنال بلف والبوشنج بلف معه بنفس السرعة، اللود فيكتور ثابت. فلما نعوض هنا في الايكويشن بيطلع معانا انه السيجنفكت انجلر فيلوسيتي في هاي الحالة فعليا تساوي ضعف سرعة الجورنال. اوكي فيعني هذه الكيس راح يكون عندنا الافكتيف فيلوسيتي عالية، فراح تولد عندنا بريشر عالي في كيس زي هيك. طيب نيجي اخر شيء محاضره اليوم، بدنا نحكي عن ترامبلر ديزاين كرايتيريا. ترامبلر كان بيرنج ديزاينر، بناء على الاكسبيرينس تبعته حط لنا ديزاين كرايتيريا يعني او مجموعه من الليميتيشن على بعض الفاريبلز، هذه هي الريكومنديشنز تبعته. ففعليا هذه الريكومنديشنز احنا دائما بنحاول او اي واحد يساوي ديزاين لبيرنج الافضل انه يمشي على هذا الريكومنديشنز علشان يعني يضمن انه البيرفورمانس تبع البيرنج تبعه يكون ساتسفاكتوري. طيب اول وحده في الريكومنديشنز تبعت ترامبلرز ديزاين كرايتيريا هي بخصوص المينيمم فيلم ثيكنس اتش نوت. طيب هسه المينيمم فيلم ثيكنس زي ما حكينا بسبب الاكسنتريسيتي بيكون في عندنا نقطه معينه فيها مينيمم فيلم ثيكنس. هسه هاي قيمه صغيره يعني تكون فراكشنز من المليمتر. طيب بس بشكل عام الريكومنديشن تبع ترامبلر بيحكي لنا انه دائما بانه نتاكد انه قيمه المينيمم فيلم ثيكنس تكون اكبر من او يساوي هذه القيمه بالمليمتر اللي هي يعني رقم معين زائد 0.00004 مضروب في دي. دي اللي هو الدايمتر تبع الشافت بالمليمتر. طيب فهي القيمه بنحسبها، فلما بدنا نساوي ديزاين من خلال انه نتحكم في ديزاين فاريبلز تبعنا بدنا نحاول نتاكد انه دائما نحصل على قيمه المينيمم فيلم ثيكنس تكون اكبر من هذه القيمه. ليش؟ شو الهدف؟ انه بدناش اياها تكون صغيره جدا اصغر من هذه القيمه. هسه فعليا اي سيستم في لوبريكيشن زي مثلا موتور السياره بيكون في سايكل لوبريكانت، وفعليا يعني في بداية الحركة بيصير عندنا احتكاك ما بين الأسطح متل تو متل، فبيطلع معانا بعض الميتاليك بارتيكلز. هذه الميتاليك بارتيكلز تمشي مع السايكل تبعت اللوبريكانت، فعادة نكون عندنا فلتر. الفلتر مهمته فلتر الزيت انه يمسك هذه البارتيكلز او يمسك هذه الدبريس. هسه الفلتر في بارتيكلز بأحجام معينة او اكبر بمسكها، بس في احجام من البارتيكلز لما تكون صغيره جدا راح تمر من خلال الفلتر. فالبارتيكلز تمر من خلال الفلتر بدنا نضمن انها ما تجيش وتساوي بلوكج للفلو تبع اللوبريكانت. فلهذا السبب بدنا نضمن انه الفيلم مينيمم فيلم ثيكنس يكون اكبر من هذه القيمه، بحيث انه هذه البارتيكلز الصغيره اللي ما مسكها الفلتر تقدر تمر من خلال المنطقه اللي فيها المينيمم فيلم ثيكنس.
طيب غير هيك برضه ترامبلر بعطينا ريكومنديشن على الماكسيمم لوبريكنت تمبرتشر، فبحكي لنا انه الماكسيمم تمبرتشر للوبريكنت خلال السايكل تبعته مش مفروض تتجاوز 121 دجري سلسيوس. اكيد الهدف هنا مرتبط مع اللوبريكنت نفسها، اللوبريكنت بتكون في كثير من الحالات عباره عن بلند شيء خفيف وشيء ثقيل عشان نحصل على الفيسكاستي المطلوبه. ففعليا اذا ارتفعت درجه حرارته اكثر من 121 الاليمنتس الخفيفه بتبلش تتبخر وبتبلش تزيد الفيسكاستي تبعه بشكل كبير، فهذا يعني راح يخرب السيستم اللي عندنا. طيب فاذا يعني لازم تكون التمبرتشر اقل من 121. هسه فعليا اذا يعني بين معانا في الاناليسيس اذا انها بدها تكون اكبر من هيك، هون بيستخدموا نظام تبريد للزيت. فيعني كثير من السيارات بيكون في راديتر من خلاله بيبردوا الزيت بحيث انهم يضمنوا انه يحافظوا على الماكسيموم تمبرتشر اقل من الليمت. طيب نيجي بعد هيك لموضوع ستارتنج لود. هسه اي بيرنج بشكل عام في قيمتين من اللود ممكن تاثر عليه، وبرضه هذا الحكي حكيناه لما كنا نحكي عن رولينج كونتاكت بيرنجز. في عنا شيء بنسميه ستارتنج لود اللي هي قيمه اللود في بدايه الحركه لما يكون البيرنج لساته واقف، وفي عنا شيء اسمه رانينج لود يعني لما بلشت الحركه. هسه كلنا بنعرف انه ستارتنج لود كقيمه بشكل عام قيمته اصغر من الرانينج لود، بس مع هيك مش لازم تكون قيمه ستارتنج لود عاليه بشكل كبير. هنا المشكله كالتالي، لما تبلش الحركة يعني حركة الموتور حركة البيرنجز بتولد عنا البريشر وبينفصل الأسطح عن بعض، فما بصيرش عنا متل تو متل كونتاكت، بس دائما في بداية الحركة بيكون عنا متل تو متل كونتاكت. فعليا الشافت بتكون ملامسة الأسطح تبعت البوشنجز، وهذه البوشنجز بيكون فيها انسرت، هذه الانسرت مصنوعة من ماتيريال يعني نوعا ما سوفت، بيكون فيها نسبة التن أو القصدير عالية. فهذه الانسرت تبعت البوشنج لما يصير متل تو متل كونتاكت تتاكل، فعشان نضمن انه هذه الانسرت ما تتاكلش بشكل كبير في بدايه الحركه تبعت الموتور بدايه الحركه تبعت البيرنجز، فبدنا نضمن انه ستارتنج لود او يعني البريشر اللي ناتج عن ستارتنج لود ما يكونش عالي جدا. فالريكومنديشن هنا كالتالي، الستارتنج بريشر اللي هو ببساطه ستارتنج لود على البروجكتد اريا تبعت البيرنج لازم تكون اصغر من او يساوي 2068 كيلو باسكال. ففعليا يعني الديزاينر كيف بيتحكم بهاي او بيحقق هذا الحكي؟ طبيعي ستارتنج لود هذا شيء معطى بالنسبه لنا، بس احنا فعليا ممكن نتحكم من خلال اللينك تبع البوشنج والديامتر تبع الجورنال، فمننزل قيمه ستارتنج لود بريشر بحيث انه يكون اصغر من هاي القيمه. طيب اخر شيء بالنسبه للرننج لود، رانينج لود بشكل عام اعلى من ستارتنج لود، وهون بيحكي لنا انه لما نساوي ديزاين لازم نستخدم ديزاين فاكتور على الرانينج لود قيمته 2 او اكثر. ففعليا يعني لما بدنا نساوي ديزاين لبيرنج مفروض نفترض انه من البدايه انه الرانينج لود تبعنا ضعف القيمه المعطاه، يعني داخل ديزاين فاكتور قيمته 2 ونساوي على اساسها الديزاين، هيك بنضمن انه نحصل على بيرفورمانس ساتسفاكتوري. طيب فإذا نوقف لحد هنا محاضرة اليوم، نكمل في المحاضرة الجاية.